في موضوع آخر، نظمت جمعية الشعلة للتربية والثقافة فرع بوجدور بشراكة مع عمالة بوجدور ومندوبية الثقافة الملتقى الثاني للفكر في الصحراء تحت شعار الصحراء هوية ثقافية وإبداع متجدد. أشغال الملتقى الذي انطلق يوم أمس ببوجدور تخللته ندوات فكرية أطرها أساتذة جامعيون. افتتاح الملتقى عرف حضور عامل الإقليم وعدد من الشخصيات المحلية، وقد شمل ما هو تاريخي بيئي وسوسيولوجي وأدبي، كما عرف توقيع إصدارات جديدة. بريغين العروسي ومحمد شار. الصحراء هوية ثقافة وإبداع متجدد شعار هذا الملتقى الثاني للفكر في الصحراء الذي عقد بمعية أساتذة جامعيين ومفكرين وشعراء وباحثين في الشأن الاجتماعي ومهتمين بمختلف مكونات التراث الحساني. برنامج اليوم الأول من هذا الملتقى سلط الضوء على موضوع الفكر في الصحراء وشكل محور ندوة فكرية سعت إلى التحسيس بضرورة الحفاظ على التراث والموروث الثقافي وحمايته من الاندثار واستثماره في التنمية. دورة المفكر عباس الجراري نفضت الغبار عن مكونات الثقافة الحسانية الغنية بتنوعها وتراثها الذي يبرز تجدر الحضارة في الأقاليم الجنوبية. الثقافة هي قد تكون شاملة لمجموع الوطن وقد تكون محلية، أي أن كل إقليم يغنيها ويضيف إليها. والثقافة في الصحراء غنية بأنماطها المدرسية المعربة وكذلك بفنونها الشعبية، لهذا فمثل هذه الندوة ومثل هذا الملتقى من شأنه أن يلقي مزيدا من الضوء على هذه القضايا التي لا شك أنها تزيد الناشئة بالخصوص وعيا بثقافة الصحراء. ملتقى الفكر في الصحراء المغربية في نسخته الثانية يأتي في سياق الجهود لإحياء التراث الحساني باعتباره مكونا أصيلا للهوية الوطنية المغربية ورافدا من روافد الثقافة المحلية والوطنية. الورقة كانت عن الوثائق المحلية، قراءة نماذج منها تهم الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، وحاولت أن أطلع الحضور على بعض خصائصها من ناحية كيفية حفظها لدى عائلة صحراوية من المنطقة. تولي جمعية الشعلة للتربية والثقافة فرع بوجدور أهمية قصوى للفكر في الصحراء الغني والمتنوع، ويعد الملتقى الحالي ببوجدور فرصة للقاء ثلة من المثقفين والأساتذة الجامعيين والمفكرين المهتمين بمختلف مكونات التراث الحساني بهدف صون التراث الصحراوي وتشجيع التبادل الثقافي. تنهدف من هذا الملتقى الثاني الفكر في الصحراء المغربية تحقيق 4 أهداف. الهدف الأول هو فتح نقاش تفاعلي حول مختلف القضايا الفكرية التي لها علاقة بالصحراء. الهدف الثاني هو تكريم عالم من أعلام الثقافة الوطني وهو الأستاذ الدكتور عباس الجراري. الهدف الثالث هو إيجاد الأرضية لإصدار مؤلف جديد يضم مجموعة من المحاور التي والمداخلات التي نوقشت في الملتقى. والهدف الرابع الذي هو هدف عام هو تشجيع التنشيط الثقافي. تنظيم هذا الملتقى هو كيندرج في تفعيل تصور الشعلة للتعدد والتنوع الثقافي. فتراكم الشعلة لسنوات والمنشورات ديالها تؤكد ذلك، ولذلك هذا الملتقى ديال الفكر في الصحراء هو فعلا لترسيخ الهوية ولتأكيد على البعد الثقافي والدور دياله في الوحدة والتعدد والتنوع. لا شك أن هذه الدورة ستساهم مساهمة كبيرة في النهوض بالمشهد الثقافي إقليميا محليا ووطنيا، ولا شك أن النقاشات المثمرة والمداخلات المتنوعة التي ستتم أثناء هذه الدورة سيكون لها الأثر إيجابي على الساحة الثقافية. الملتقى يكتسي قيمة مضافة بالنسبة للهوية الوطنية ويعزز التعددية الثقافية واللغوية التي تلامس الحياة الثقافية وحتى الاجتماعية للجهات الصحراوية عموما ولإقليم بوجدور بوجه خاص.